عايز تنقلي المسرح المدرسي من مصر لبره كمان، يعني بتعملوا عروض بره مصر، ده حصل ازاي والتفاعل كان عامل ازاي؟ يعني عملنا ايه بقى؟ عملنا ايه بره؟ عملنا ايه طمنينا بره؟ علينا. اتكتب عننا في الجرايد. ما شاء الله. ازاي؟ لانه مهرجان المسرح اللي كنت بقول لحضرتك عليه دلوقتي ده مبادره من سفاره فرنسا والمعهد الفرنسي، و انشئ في 2002 المهرجان ده. 2002 ما كناش عارفين لسه احنا كمدرسين يعني ايه مسرح بالشكل اللي تم تدريبنا عليه من الجانب الفرنسي. يعني كان كل واحد بيستدعي خبراته من وهو صغير، والمدرسين علموه ايه والسنس بتاعه، بيعمل مسرحيات. فالتدريب على الطريقة الفرنسية حقيقي فرق مع كل الناس اللي اتدربوا في ده. خطوة ورا التانية عرفنا ان احنا ابتدينا نبقى فرد من بين شبكة دولية للمسرح الفرنكوفوني المدرسي. ففي نفس المهرجان بيحصل في كندا وفي روسيا وفي إيطاليا وفي أسبانيا، مينلي في فرنسا، وفي حوالي حاجة وعشرين دولة تبع نفس الشبكة اللي هي اسمها أردرالا، الفنون الدرامية للغات. وبالتالي أنا في تاني سنة مسرح ليا أخدت البنات وسافرنا، طبعا بتشجيع من الرهبة مديرة المدرسة سنتها وأولياء الأمور اللي كانوا مقتنعين بده، وإحنا لسه في أول سنة أو اتنين تجربة المسرح، روحوا وشاركوا في المهرجان اللي انت اقترحتيه. فعلا رحنا شاركنا في المهرجان اللي هو بيقام في فرنسا في شهر 5، وعرضنا، وقد كده الموضوع كان ناجح بالنسبة للبنات، بالنسبة لاستقبالنا هناك، بالنسبة لكتابة المقالات عننا. رجعنا سنة 2004 و2005 و2006، ده كجزء أولاني. الجزء الثاني هو إن في جنوب فرنسا، كان في يعني مع إدارة المنطقة باكا بروفانس ألب كوت دازور، كان في انيشيتيف بتخلي إنه المنطقة إقليم جنوب فرنسا بيعمل دعاوي لبلاد البحر الأبيض المتوسط، الحوض البحر الأبيض المتوسط، وكانت كل سنة بيجي الدور على مدرسة من المدارس الفرنكوفونية في اسكندرية لأن هي على البحر المتوسط إن هي تسافر مدعوة في المهرجان ده. فأنا أول مرة سافرت مدعوة مع فرقتي في 2007، وبعدين نتيجة للكونكشنز ما بيننا وما بين بعض رحت بشكل استثنائي أنا والفرقة، نتيجة لجودة العروض اللي بتقدموها استثنائي 3 سنين ورا بعض، يعني 2013 و14 و15 وأنا بشكل فردي 16، علشان إحنا بنقدم حاجة عملوا لها مكان لوحدها مع استضافة المدرسة اللي سنويا لازم تروح. ففي كل مرة بنرجع بجرايد كاتبة عننا، بنرجع بدروع، بنرجع بشهادات تقدير، وبنرجع أكيد بتجربة إنسانية مختلفة جدا، لأنه مقابلة البنات لجنسيات تانية طبعا مش زي ما نتفرج على المسلسلات ولا نقرأ في الكتب ولا نقابل سايح في أوتيل وإحنا صح في البحر الأحمر يعني.